ذبه وزينها علمها باسم زايد شيدة وفي احتفالي لي بناها يوم بذكر حلمها لين وصلها على حد الخيالي أصبحت جنة وبالحلقة وسمها صانها عن كل طمع احتيالي قدها ورسبها عالي قممها لنسلمها صناديد الرجالي من بعد حكم الخليفة استلمها صامل الوقفة تحمل الثقالي وخالد الزيزوم متعليه ممها كاملة الأوصاف لله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عليه نتوكل منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في كل مكان أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام نحييكم من عاصمة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة نحييكم في هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير الذي يقام على شرف سيف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه حيث ننطلق في هذا اليوم المبارك يوم الأحد وبهذه الانطلاقة المباركة مع سن الحجاج والثلاثة والعشرين من شهر إبريل الحالي لعام 2023 للميلاد حيث ننطلق في الفترة الصباحية مع 18 شوطا خاصة بأشواط الانتاج والمنتجين وتسعيرة هجن الرياسة المرافقة لهذه الأشواط مذكرين بانطلاقة الفترة المسائية بمشيئة الله وتوفيقه سوف تكون في تمام الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم أول الأشواط يحمل الأسماء القوية أول الأشواط يحمل أيضا انطلاقة هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع هناك 4 كيلومترات المسافة المقررة من اللجنة العليا المنظمة شكرا لاتحاد سباقات الهجن على هذا التنظيم الرائع شكرا لكل القنوات الناقلة قناة ياسر الرياضية وقناة دبي ريسينج على بركة الله وتوفيقه مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في الوطن العربي الكبير حيث أعلنت أول انطلاقات هذا اليوم وأول انطلاقات هذا السباق في هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول لنتعرف على الصدارة الأولى على المركز الأول مزون سالم بن الرملي بن محمد العامري يقدم لنا مزون الخير المركز الثاني وصلت الخوارة لهادي بن سعيد بن جمهور الأحبابي يتقدم على المركز الثاني بينما المركز الثالث الوصول في ثالث المراكز والمتقدمة في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام بدخولها الجميل بتحديها المثير هذه القادمة مشاهدين الأعزاء هذه الواصلة في هذه اللحظات شقرة أيضا تتقدم لراشد بن سعيد بن عمير الهام ليوصل في هذه اللحظات يقدم لنا شقرة على المركز الثالث المركز الرابع هادي مبشر لسيب بن عيسى بن مطر الفلاحي وصل بينما وصلت في هذه اللحظات شهب مبارك بن راشد بن غميش او بالغميسة ايضا يتواجد الشامسي الدخول من زاهية سهيل بن سالم سهيل العامري وصل العامري تدخل يا لها من اسماء قادمة اول يشواطي هذا المهرجان تسعيرة يجن الرياسة شوف الواصلة مراسيل محمد بن عامر بالبحري بن نوبي العامري وصل بالبحري وتدخلت في هذه اللحظات ثمينة محمد بن عويضة بن حمد العامري
وصل بن عويضة ليقدم لنا هذا الاسم. الدخول من شواهين محمد بن علي بن يمعة الرميثي. هذا نيدان الاول، هذا نيدان الاول، ومن هنا تحول مشاهدين الاعزاء الى مزون. مزون ما زالت في الصدارة، وبالرملي القادم من مصانع الجنوب بانتاجه الفاخر بتحدياته المميزة مع مزون. سالم بن الرملي بن محمد العامري يقدم مزون، ياتي مع مزون في صدارة هذا الشوط، في اندفاعة هذا الشوط. المركز الثاني وصلت زاهية، سهيل بن سالم بن سهيل العامري بدأ ايضا يتقدم. المركز الثالث ثمينة او شقرة، راشد بن سعيد بن عمير الهاملي. وصل الهاملي وتقدم الهاملي ليقدم لنا هذا الاسم ما شاء الله. شوفوا المركز الرابع، هذه اليمامة، يمعة بن عبيد بن محمد الراشدي. وصل الراشدي يتقدم مع اليمامة، يا لها من اسماء، يا لها من تحديات. ايضا انذار سهيل بن خليفة بن سالم الخيالي، وصل مع انذار. القدوم والوصول القادمة، شهد حمد بن خويتم بن بخيت العامري. وصل بن بخيت، وصل بن خويتم احد الاسماء القوية المنتجة. يتقدم شعار راعي سودة، احد الشعارات العملاقة والخطيرة في عالم الانتاج. ولكن الله، التغيير الذي طرى وجرى في مقدمة هذا الشوط. هذه زاهية، زاهية سهيل بن سالم بن سهيل العامري. 1500 متر المتبقية، العامري على الصدارة على المركز الاول. وصل راعي سودة، وصل راعي سودة ليتقدم بن خويتم، ليتقدم بن خويتم مع شهد حمد بن خويتم بن بخيت العامري. يقدم لنا شهد، ولكن وصول من انذار. انذار سهيل بن خليفة بن سالم الخيالي، القدوم الاخر. وصلت شهب مبارك بن راشد بالغميس الشامسي، الدخول من الزاوية الاخرى. القدوم الاسم القوي الواصلة طلة عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني. ايضا تدخلت مبشرة سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي، يقدم مبشرة. الوصول من الراسية الشيخ عبد الله بن حم العامري. ولكن وين الموقع؟ الكيلومتر الأخير، الكيلو المثير. الله يا العامري، يا العامري مع زاهية، زاهية سهيل بن سالم سهيل العامري يقدم لنا زاهية. وأيضا هناك القدوم من طلة عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني. العرياني يلا يا مسلم، يلا يا مسلم. الشوط الاول غير، ما شاء الله تبارك الله. جولة الاوامر، جولة التحديات. شهد حمد بن خويتم بن بخيت العامري، بن بخيت العامري يتقدم على المركز الاول، ياتي بالصدارة الاولى في مقدمة هذا الشوط. ايضا العامري يقدم لنا شهد، يقدم لنا شهد، ولكن الوصول. وصل بن سهيل، وصلت ايضا شرغة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي. والوصول من شهد او مبشرة سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي. ولكن شهد حمد بن خويتم بن بخيت العامري هو على الصدارة، هو على المركز الأول. يقدم لنا شهد، وصلت شرغة، وصلت شرغة يتقدم ايضا. هذا الشعار الكبير بأدائه ونجوميته على الصدارة، ولكن العامري، العامري، العامري على المركز الاول. شهد على الصدارة، شهد على مقدمة هذا الشوط. حمد بن بخيت ايضا العامري يتقدم راعي سودة مع هذه الانطلاقة القوية والعملاقة. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت فيه شرغة. ايضا في ثاني المراكز ناصر بن حمد سهيل ابن عويض الخيالي. المركز الثالث كان الوصول جميلا من مبشرة سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي. المركز الرابع زاهية سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي او العامري، سهيل بن سالم بن سهيل العامري. والمركز الخامس كانت شهب مبارك بن راشد بالغميسة الشامسي. تهانينا والناموس على هذا الفوز. سلام لحمد بن خويتم بن بخيت العامري، احد الاسماء القوية والعملاقة، الذي يفوز في هذا الصباح في اول اشواط الانتاج والمنتجين في اول اشواط المهرجان. العام الماضي كان مع المسك خليفة بن حليس بن راشد الكتبي، وهذا الموسم غير. يا راعي سودة تهانينا والناموس. نعود للتوقيت الزمني، 5 دقائق ما شاء الله، 49 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لحمد
بن خويتم بن بخيت العامري على هذا الفوز والانتصار. 5:49 وخمس أجزاء من الثانية هي شرغة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيلي، وتهانينا لسعادة حمد بن سهيل بن عويض الخيلي على هذا الفوز والمشاركة الرائعة. 5:50 ثلاث أجزاء من الثانية مبشر سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي، تهانينا لراعي مصيحان على هذه المشاركة الرائعة، والسلام إلى أهالي الظفرة، سلام تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام.